جولتنا بالشام، ما في أحلى من الثقافة في دمشق والحفاظ على هي الثقافة. أكيد في ناس كتير وجهود عم تبذل من أجل الحفاظ على الثقافة، وخاصة من خلال دور النشر واستبدال الثقافات بين بلدنا وبلدان أخرى، واحتضان أهم الكتاب ونشر هي الثقافة من خلال الكتب. أكيد، ولهذا الهدف وجدت دار دلمون، أنه أكيد إنتاج والكتب العربية وحتى المترجمة هي هدف لتطوير أيضا هالحوار الواسع، وهو النهج اللي أكيد اتبعته. لنحكي أكثر عن أحدث الإصدارات للدار، بصيرنا نرحب بالسيدة عفراء أهد، بمديرة دار دلمون الجديدة للنشر والتوزيع. يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا الخير. فيكي. صباح أهلا الخير وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية عندنا كتب كتيرة، خلينا نبلش من آخر واحد. هو مبارح تم إطلاق كتاب اللغة الفينيقية نعم، للباحث دكتور إياد عبد الله. يونس. هذا الكتاب هو بحث مهم جدا. تعرفي التاريخ القديم أغلب اللي بحثوا فيه هن المستشرقين، يعني نحن عرفنا تاريخنا من خلال المستشرقين الأجانب، فوصل لنا مثل ما هن بدهم يفهمونا إياه. هذا الكتاب بيتميز بأنه الباحث رجع على هو بنفسه للمصادر بإيد سورية، بإيد حتى اللقى هو بإيده وثقه. بحث جدا مهم بيدحض محاولات الغرب والعدو أو أعداء البلد لسرقة تاريخنا وآثارنا، في تعريفات كتيرة عن الأحرف، عن الأرقام بلغات متعددة، يعني مثل ما عم نشوف يمكن جداول كتيرة بلغات نعم عديدة بتشرح. كون اللغة مو بس وسيلة للتواصل ولا التفاهم بين الناس، لا، هي وسيلة تفكير، وسيلة إبداع، وسيلة بناء الحضارة. تحكي عن حضارة تمام. معينة كانت بالضبط. بزمن ما. يمكن كمان خلينا نحكي إنه من يومين كنا عم نحكي تحت الهواء، كان في توزيع جوائز بالمركز الثقافي، جوائز الكلمة للقصص القصيرة، وكمان بين إيدينا في القصص القصيرة اللي فازت تمام. فيها. هلأ هي نبتة البامبو أنا بحبها، بحسها بتعطي حظ. صحيح. هلا هي جائزة أدبية سنوية أطلقتها دار دلمون، هي دورتها الثانية. الدورة الأولى كانت للشعر وفاز عنها 3 شباب، هي موجهة للشباب. هيدي السنة كانت للقصة القصيرة وفاز عنها 3 شباب، هن أحمد رزق من سوريا عن مجموعته بارقة شجن، هن شاب من المغرب العربي رشيد الهاشمي عن مجموعته نبتة البامبو الصغيرة، وسالي العلي عن مجموعتها حواء من سوريا. مبروك. الله يبارك فيكي. هذه المسابقة توجهت للشباب لحد سن 40 سنة، رح نستمر فيها. هذه السنة رح تكون للرواية أيضا للشباب، تشجيعا مننا لانه الشباب يكون في لهم دور ببناء سوريا بعد الحرب، خلال الحرب وبعدها يكون لهم كلمه. عم نحاول نعمل شيء لمواكبه انتصارات جيشنا ومواكبه سوريا الحديثه اللي كلنا بنتمنى انه نوصل لها. عفراء، يعني دار النشر هي دار غير ربحية كليا، يعني هي بس هدفها الأساسي مثل ما ذكرتي هو نشر الثقافات وتبادل الثقافات بين الشعوب. أيضا خلينا نحكي اليوم، يمكن عنا دور نشر كتير بسوريا، ويمكن كتير من الأشخاص هن غير قادرين على تلبية الحاجات المادية لإصدار أي كتاب أو لتبني أي فكرة حدا يتبناها
له هي الفكرة، كيف الواحد أو أنه اللي عنده يمكن موهبة بالكتابة فيه يكون معكم بالدار، فيكم تدعموه، فيكم تشجعوه إن كان لأول مرة؟ يمكن أكيد أكيد. هلأ في كثير من الشباب اللي توجهوا للدار، خصوصا نحن عمرنا 5 سنين الدار بعدها بطور البناء، بعدها ما بدي أقول أنه يعني ما يعني هي خلقت بالحرب لتكون واقفه جنب الشباب بالدرجه الاولى، ولنشر لتبني اي دراسه مفيده ويعني بتسهم ببناء المجتمع. هلا نحن الشباب الجدد يعني اي مخطوط بيجيني انا بقراه بعرضه على لجنه قراءه، هن من الناس المساعدين والداعمين بدون اي مقابل. تمام، فيني اذكر منهم دكتور حسن حميد، دكتور نضال صالح، الست نهله السوسو الاديبه والاعلاميه الكبيره، السيده هدباء العلي، الدكتور اياد مرشد. تتخيلي هدول الناس كلهم انه بيدعموني بطريقه، علما انه يعني الدار هي شخصيه، لكن عندي دعم من جميع هي الجهات. حتى درع الدار قدم لي اياه الفنان التشكيلي اكسم السلوم، الفنانين التشكيليين بيقدموا لي لوحاتهم لحتى تكون اغلفه لكتبنا، فعم تلقى دعم كبير مثل ما هي عم تدعم الشباب لينشروا منشوراتهم. كمان في مجموعة من المثقفين واللي قلبهم على البلد وعم يدعموني لحتى اني ضلني مستمرة، وان شاء الله رح نضل مستمرين. اكيد يعني في كمان شيء مميز تاني بالدار، انه كتير قليل ما نلاقي دور نشر مثلا عم ترجم كتب عربية منطقات يعني الى هدف لتجذب القارئ الاجنبي خلال ترجمتها. كمان نحكي عن هذا الجانب، كيف عم يتم الانتقاء، وخاصة نحن بفترة يمكن تشويش شوي على حضارتنا وثقافتنا، فيعني كان المهمة ما نستهلة. هلأ نحن بعدنا مثل ما قلت لك عمرنا صغير، وبعد ما يعني في لنا تجربتين بالترجمة، في عنا رواية أصدرتها الدار، هي أول رواية أول كتاب أصدرته الدار، كوميديا الحب الإلهي للكاتب العراقي لؤي عبد الإله، ترجم إلى الإنجليزية ونشر في بريطانيا. حلو. وفي كتاب هلأ قيد الإنجاز، قيد الطباعة، هو مترجم عن اللغة الفرنسية للمترجمة ليلى الصواف، هو علم النفس التربوي. كتاب مهم جدا، ممكن يستفيدوا منه يعني القائمين على وزارة التربية والمدارس والقائمين على موضوع تربية الأطفال. بعد حركة الترجمة عندنا شوي ببدايتها، لكن في قادم الأيام أكيد رح يكون لنا دور بهذا الموضوع. أكيد. تمام، خلينا يمكن ذكرتي عن أسماء مهمة للبلد وللعطاء للبلد، ويمكن عم يكون قلبهم على الثقافة من أجل دعمها أكثر وأكثر. طيب عم يتم تشبيك مع أيضا بعيدا عن الأشخاص دور نشر، عم يتم التشبيك مع يمكن أشخاص داعمين لنشر هاي الكتب بشكل أكبر؟ هلأ أكيد طبعا، من خلال تواجدي بمعرض الكتاب تعرفت على العديد من دور النشر الموجودين، كان بسوريا أو بلبنان، قدموا لي الكثير من النصائح. تعرفي أنا دخيلة على الموضوع بعتبر أني أنا مهندس ميكانيك، لكن اهتمامي الثقافي هو اللي خلاني اتجه بهذا الموضوع، فالحقيقة ما بخلوا علي أبداً بالنصائح، بأني علموني كيف لازم أشتغل، شو الخطوات لازم أعملها، كيف أنتقي، كيف جدا كانوا جنبي. حتى بالمعارض الخارجية أنا ما بشارك فيها باسمي الشخصي أولا، لأنه عدد الكتب عدد العناوين قليل، فهن بياخذوا لي أكثر من شخص، بياخذ لي مجموعة من عناوين عندي وبيعرضها مع بجناحه الخاص بمختلف دور مختلف المعارض الدولية اللي
بيشارك فيها. طيب خلينا نحكي شوي، يمكن مثل ما قلنا الدار عم تكبر سنة ورا سنة، وكتير أحلام ممكن تكوني بنتيها مع هالسنين. أكيد. شو الخطط المستقبليه اللي حاطتيها؟ شو الشيء اللي حسيتي انه بعض مثلا المثقفين الكتاب الروائيين قالوا لك على ملاحظات معينه حابه تعمليها بس هيك تكبر شوي الدار؟ هلا هو الـ الهدف البعيد او الطموح البعيد للدار، ما بدي اقول لإلي لانه الدار هي لكل اللي بينشروا فيها ولكل القراء. أنا ما بعتبرها داري، بقول دائما بقول دارنا. بعتبر أي شخص بينشر عندي هو شريك بالدار. أي شخص بيقرأ من بيقتني كتب من عندي فبعتبره شريك معي بالدار، هي لكلياتنا. فطموحي المؤجل أني يكون في صالون أدبي، معرض دائم لكل إصدارات الدار، ليكون في معارض تشكيل، لأقيم في معارض كتاب دائمة، معارض تشكيلية، ندوات، أمسيات شعرية، يكون بحركة مستمرة وعلى اتصال مباشر مع الجمهور ومع الناس اللي مهتم. نعم، خلينا نحكي عن الحركة الثقافية في سوريا حصراً، وخلينا نحكي عن الألم السوري. يمكن ظروف صعبة مرقت على سوريا، هاي ظروف تستفز بعض الأشخاص للكتابة وللإبداع بشكل أكثر، توظيف يمكن الحرب بهاي الطريقة. خلينا نحكي ضمن رؤيتك عن القلم السوري. شوفي، تتفاجئي إذا بقلك أني يعني نشرت لأربع من الشباب يلي هن جنود على خط النار، كتبوا شعر، كتبوا مسرح، كتبوا رواية، كتبوا شجون. حلو، حققت لهم أمنية. طبعا أكيد مباشرة أني قبلتها بدون أي شروط، مباشرة طبعت وعملنا لهم حفلات توقيع. وهلأ بواحد الشهر في عنا توقيع كتاب شعر شوكولا لشاعر شاب وجندي هو على كمان على خط النار، وإله فترة بيحاول مع الضابط المسؤول عنه لحتى يقدر ياخد إجازة بوقت توقيع الدار. نعم، هو علاء زريفة، شاب واعد، شاعر واعد. بتتفاجئي إنه في عنا كتير مواهب كبيرة، في إمكانيات كتير كبيرة ببلدنا، إن شاء الله نساعدهم. إن شاء الله يا رب. خاصة هن على الجبهات يمكن بتوثق عينهم وبترجم فكرهم هالإشي اللي عم بيشوفيها طبعاً تتحول لمشاعر مكتوبة يعني. خلينا نحكي شوي، نحن أول ما يجينا دائماً أول كتاب بنفتحه شو بنقرأ فيه؟ الإهداء. الإهداء هو بيخلينا يعني نتحفز انه نقرا الكتاب، خاصه اذا من شخص عزيز. شو اكثر هيك كلمه اثرت فيكي كونك عم تشتغلي بدور نشر، وهيك جمله ما بتنسيها وخاصه بالبدايات يعني؟ في كتاب هلا قيد الطبع لسه بالموافقه حتى، لفتني الإهداء الى الحقيقه. حلو. الى الحقيقه، هو ما بدي احكي عنه كثير، ما بدي احكي عنه، بحكي عنه بدون ما صرح بالأسماء. هو شخصية سورية شوهت بفترة الاستعمار الفرنسي وقبله العثماني والاستعمار الفرنسي وفترة الأقطاع، تم تشويها. وفي شخص تصدى ليكتب عن هاي الشخصية يلي هي كانت بارقة بهداك الوقت، لو قدر إلى أن تبقى وأتيح إلى المجال أو كان في إلى الجو المناسب لها كان ممكن يتغير كتير من تاريخ هذا البلد. إن شاء الله نأخذ موافقة وإن شاء الله تطلع للنور عن قريب. فكان الإهداء إلى الحقيقة فقط، ضمن خصوصا نحن بوقت الحرب اعتمدت على الكذب، اعتمدت على تشويه الحقائق، تشويه الأخبار، تشويه كل شيء حقيقي.
نعم، يعني قلتي انه انت بعيدة كليا عن اختصاصك مهندسة، نعم بعيدة كليا يمكن، بس حبك للقراءة شغفي وللثقافة طبعا وشغفك أكيد خلاكي تتبني هذا المشروع نعم الصغير، يمكن ان شاء الله يا رب هيك بنشوفه عم إن يكبر شاء الله اكثر. بجهودكم بدعم الإعلام بدعم جميع الأطراف معنية، يعني أي مشروع ثقافي إذا ما كانت كل الأطراف دعمته ما ممكن إنه ينجح. يعني نعم، يعني مع ازدياد السوشيال ميديا الفيسبوك نعم تويتر انستغرام، يمكن العالم كتير بعدت عن الكتب، صار الكتاب آخر، خلينا نقول لبعض الناس آخر اهتماماتها، ما بدنا لكن بنفس الوقت من خلال السوشيال ميديا ووسائل التواصل الناس يعني أو الكتاب والشعراء صاروا عم بي يعني امبارح مثلا بتوصلني ايميل من امريكا لدكتور جامعه هو مغربي حابب يطبع الكتاب، بعت لي كتاب انه بس تطبعيه وانشريه بسوريا، بيجيني من تونس بيجيني من العراق من مصر، انه بس مهم انه كتابهم يكون موجود بسوريا فقط، ما بدهم اي شيء غير انه الكتاب يكون موجود كمان وسيله، يعني كان في ينشر فبيبقى الكتاب الورقي له قلق مختلف، ريحته الورق يلي هو الورق مصنوع كلنا بنعرف مصنوع من الشجر، الحميمية اللي بيعطيك اياها الكتاب ما ممكن وسائل او الشاشة الزرقاء تعطيك اياها، ممكن تورثيها لابنائك، انا بعتز بالمكتبة اللي ورثني اياها والدي في أمهات الكتب وهي اللي أعطتني هذا الشغف بالأساس لأني استمر بهذا المجال. نعم، يعني أكيد كتير مشاعر كمان بتجتاحك لما أنت كمان تقري رواية يمكن متحمسة من العنوان تقريها، مسابقات جديدة ممكن عم تحضروا لها للقصص قصيرة أو شعر أو مسرح أو أي نوع؟ مسابقتنا الأولى كانت للشعر وفاز عنا 3 شباب شعراء هن نور نصرة وعماد حبيب وأحمد العجة، طبعنا لهم 3 دواوين لهم وقدمنا لهم درع الدار، هذا الدرع اللي قدم لنا إياه فنان تشكيلي أكسام السلوم، نتشكره جدا أكيد. وهيدي القصة القصيرة، الدورة الجاية قلت لك رح تكون للرواية وهي للشباب ايضا، فالروايه تعرفي بدها وقت كبير، انا من اول ما بلشنا بالمسابقه قلت لهم انه المسابقه الثالثه رح تكون للروايه حتى يكونوا يشتغلوا فيها على مهلهم وبهدوء ويحطوا افكارهم بهدوء ما يستعجلوا، الكتابه بدها رواق وبدها انات. نعم، وبدها مخمخة يمكن. خلينا نحكي ست عفراء يمكن بنهاية لقائنا قبل ما نختم نحكي عن تحضيراتكم القادمة وعن تحضيرات للمشاركة بمعرض الكتاب نعم. يلي عم يقام سنويا في نعم. دمشق بمكتبة الأسد. نعم، هلا في عنا ب 22 الشهر هيدا توقيع كتاب للكاتب العربي مجدي بسيوني مقاومة حكاية وطن يلي بيوثق انتصارات جيشنا بحلب بقلعة حلب حامية حلب مطار كويرس مطار منغ حلب كلها، كتاب جدا جدا جميل. في عنا بواحد الشهر توقيع على الشاب المجند علاء زريفي كتاب شوكولا، في عنا ب 20 21 تموز حفل توقيع او تكريم للشاعر المقاوم غسان مطر اللبناني غسان مطر، طبعنا له اعماله الكامله، هيدي كمان حكيت عنا انه نحن مجال آخر للدار أو اهتمام الدار تكريم قامات أدبية كبيرة بسوريا ولبنان والعالم العربي، بدأنا مع الشاعر الكبير فايز خدور طبعنا مجموعته الكاملة وتم التكريم بمكتبة الأسد بشهر 2 أعتقد هاي السنة،
وهلأ بشهر 7 رح يكون تكريم الشاعر الكبير اللبناني غسان مطر كمان بمكتبة الأسد، وكل سنة رح يكون عندنا تجدد. نعم بالضبط. إن شاء الله هيك أعداد كبيرة بالنسبة للمعرض. نحن عم بحاول يكون في أكبر عناوين لبين المعرض، حيكون ب 12 أيلول ونحن عم رح تحاولوا تستعجلوا في أكبر عدد ممكن من العناوين تلحق تنشر بهذا المكان. أكيد نتمنى لك كل التوفيق ولكل الشباب الموهوبين أيضا التوفيق، وهيك نشوف فعلا أعمال روائية وأدبية سورية. شكرا لوجودك معنا السيدة عفراء هدبة مديرة دار دلمون للنشر والتوزيع. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا كثير. يسعد صباحك.